مرحبا، معلومتنا لليوم كيف تصومي بدون ما يأثر على حملك. أكيد الإفطار مبكر، إفطار صحي ومتوازن. السحور متأخر يحتوي على وجبة كاملة فيها بروتين. بين الإفطار والسحور وجبات صغيرة متكررة وناشفة. دايماً شرب السوائل والمشروبات تكون من أنواع المفيدة. تذكري تلبسي ملابس فضفاضة، قطنية، ما تقومي فجأة من السرير، دايماً بنلف على جانب بنقوم شوي عشان نتجنب نزول الضغط. لازم تحرصي على أخذ الفيتامينات والمكملات الغذائية بانتظام، تقليل من الكافيين. بتمنى لكم دايماً الصحة والعافية.